علاج الخطوط تحت العين. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردنا أن نوضح علاجا لكم للخطوط تحت العين والذي نواجهه معظمنا للأسف. أعزائي، الأمر بسيط، عليكم أن تقوموا بتدليك العين بالزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند الغني بمضادات الأكسدة، أو نستطيع اللجوء أيضا إلى زيت اللوز. وأيضا يكون التدليك لطيفا جدا، ونستطيع أيضا أعزائي وضع بعض الخيار تحت العيون وعلى العيون، وبإذن الله سبحانه وتعالى تستطيعون التخلص من هذه الخطوط وتظهرون بمظهر لائق. إن كان لديكم أي أسئلة لا تترددوا أعزائي بالكتابة في صندوق التعليقات، وإلى اللقاء.